هقسم الحشو جزئين، نص تحت، بعد كده طبقة ورق العنب، وبعد كده الحشوة التانية. عندي هنا ورق العنب انا طبخته وجهزته يعني مستوي، هعمله طبقة تانية واحطه فوق طبقة الرز الاولى. هوزع طبقة ورق العنب بالتساوي. هضيف كوبايتين شوربة فيهم ليمون، زيت زيتون، خلاص كده اهي المية، مية السوا. هغلفها وادخلها الفرن لمدة ساعة على الرف الوسطاني. خلاص كده استوت، بعد ساعة هقلبها في الصينية. طبعا لسه سخنة كده. خلصت الكيكة، هنقطعها بالسكينة وناخد القطع. لازم نستنى شوية تبرد عشان نقطعها تتقدم. ريحتها تحفة. شايفين يا جماعة؟